FM. الكلمة ليك. المواطن التونسي ولا يعرف يقيم ولا علاش انا ربما نقول انه كانت عنده ربما بريديسبوزيسيون فما ربما استعداد مسبق لتلقي معناتها كيف جات حريه الصحافه وحريه الراي كان الشعب التونسي كانه عنده استعداد مسبق كانه متعطش تلقاها بسهوله نجم نقول لك مثلا في مجتمعات اخرى ينجم رسوم 115 هذا ما يفهموش ونجم ما يتعاملوش معاه ينجم يرفضوه ينجم ما يقاش التعاطي معاه بسلاسه وبسهوله بالعكس احنا الوقت اللي جاء المرسوم 115 لقى الشعب التونسي حاضر متعطش تلقاه يعني تلقفه بسرعة وشفنا الإذاعات في كل جهة الجرائد التلفز معناتها المطالب قدمت من هوني من غادي الصحفيين معناتها نعتقوا معناتها ساعات أنا أصحابي للجورناليست نقول لهم طيروا جنحوا معناتها كيف جاء المرسوم هذايا لقى الشعب التونسي بمثقفيه بالنخبة متاعه بعامة الناس كانوا مستعدين لتلقي هذا المرسوم لكن شو نجم نقول لك لاحظنا احنا فما تفرع فما حرية التعبير فما تفرع ولكن التفرع هذه لم تخلو من انتقادات نجم نقول لك في جزء صغير ساعات فما الناس تقول كثرولها من ساعات في جزء صغير الناس ما همش مستعدين لك النقد هذاك لك السخرية لك التهكم لك تجي مثلا رموز السلطة مثلا رئيس الدولة رئيس الحكومة قادة البلاد معناتها ما عاش يسمو من النقد من الانتقاد من التهكم لجينيول عندنا التهكم للصحافة الساخرة ولكن رغم هذا وذاك ساعات يقول كثرولها مثلا الناس من عامة الناس يقول كثرولها ولكن رغم هذا وذاك الشعب التونسي كان عنده استعداد ما نجمش نقول لك فتري ولكن فما استعداد مسبق انه يتلقى حريه التعبير هذه وتلقفها بسرعه واشتغل عليها وهذا اللي قاعدين نشوفوه في المشهد الاعلامي الصوتي المرئي في تونس اللي فما معناتها طفره كبيره برشا. الكلمه ليك.